برحب بحضراتكم من جديد. ولسه تغطية خاصة مستمرة لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري. نروح دلوقتي لمراسلنا فاروق صلاح من فندق اللعيبة. فاروق، طمنا كده، الأجواء عندك إيه؟ كل التحية ليك يا سارة، كل التحية لأحمد، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي. آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق أسوان في الجولة العشرين للدوري الممتاز، محطة من المحطات المهمة في مشوار الفريق النادي الأهلي نحو الدرع رقم 42. نقدر نقول الأجواء بيسود عليها حالة من التركيز، حالة من الجدية والهدوء بين اللاعبين. بعض الأحاديث الجانبية اللي تجمع ما بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للحث على أهمية الفوز في هذا اللقاء وضرورة اقتناص الثلاث نقاط. نقدر نقول كل الأمور والظروف مهيئة جدا للعبة النادي الأهلي إن شاء الله لاقتناص الثلاث نقاط والفوز على فريق أسوان. ومن النقاط المهمه جدا ان اللاعبين زي ما اتكلمنا بالامس يا ساره واتكلمت معاكي ومع احمد، ان اللعيبه لا ما فيش اي حديث او التطرق للقاء الزمالك، الجميع بيركز في مهمه مباراه اسوان، ثم عقب مباراه اسوان نبدا الاستعداد والتركيز لمباراه الزمالك. يعني تقول لنا اليوم مشي ازاي النهارده في الـ 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 بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ايه اهم المحطات انجاز التعبير؟ هل كان في محاضرة الصبح؟ يعني احكي لنا تفاصيل اليوم بتاع النادي الأهلي قبل المباراة بدقائق. يعني خليني اقول لك تفاصيل اليوم يا احمد. اللاعبين تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. كان بعد عقب وجبه الغداء كان في بعض الاجتماعات ما بين افراد الجهاز الفني مستر ريني فايلر وديفيد داسيزا وتوماس للحديث عن اللقاء. وزي ما قلنا ان مستر فايلر كان اتفرج على اخر لقاءين لفريق اسوان، لقاء مصر المقصه اللي قدر فريق مصر المقصه يفوز على اسوان بهدفين مقابل هدف، ولقائه الاخير امام فريق مصر اللي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل لفريق. كان مستر فايلر بيتحدث مع افراد الجهاز المعاون عن نقاط القوه والضعف، واحاديث جانبيه جمعت ما بين الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ. ايضا الروح اللي شايفينها من اللاعبين الكبار، وانا من خلالك يا احمد ومن خلال قناه النادي الاهلي عايز اشيد بدور اللاعبين الكبار وليد سليمان ومحمد الشناوي ورامي ربيعه ولعيبه النادي الاهلي اللي بتقدر قيمه ومكانه، مش هقول قميص النادي الاهلي فقط، ولكن قيمه ومكانه جمهور النادي الاهلي وضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي. اللاعبين اللي بتحس يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وان دايما النادي الاهلي في الوقت الصعب ما بيقفش جنبه غير ولاده، ودي من النقاط المهمه جدا اللي لازم اشيد بيها من اللاعبين الكبار وروحهم الجميله جدا مع لعيبه النادي الاهلي. ايضا عمرو السوليه ومحمود متولي، جيرالدو وديانج وبادجي ومروان محسن، واحاديث يعني لا تخلو من التركيز وايضا من الدعابه ما بين اللاعبين. الجميع بيركز، الجميع يعني مصمم على ضروره اسعاد جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله الفريق في محاضره فنيه هتكون في تمام الساعه 7 مساء، ثم التحرك الى ملعب المباراه الى استاد القاهره هيكون في تمام الساعه 7:15 من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. الانطباع العام، يعني انت بالتاكيد بتقرا كده لغه الجسد زي ما بيقولوا، الانطباع العام اللي انت قدرت تاخده سواء فيما يتعلق بالجهاز الفني وايضا كمان اللعيبه، انت شايف وشوشهم، طريقه كلامهم، قعدتهم، ايه اهم الملامح اللي انت قدرت ترصدها؟ الناس مشدوده، الناس مركزه زياده عن اللزوم، ولا الناس مرتاحه وفكه وبتتكلم؟ يعني عايز افهم برضو ازاي انت شفت سواء الفريق او الجهاز الفني يا فاروق. يعني احمد زي ما اتكلمنا بالامس عن المران الاخير للفريق، مش هنقول التركيز الشديد اللي هو بيوصل لمرحله التوتر، لا، في تركيز، في احساس بقيمه المرحله. يعني دي من النقاط المهمه جدا يا احمد اللي انا لمسها من اللاعبين، الجميع حاسس بقيمه المرحله اللي احنا موجودين فيها، قيمه مباراه اسوان ثم مباراه الزمالك ثم استكمال مشوار الدوري ودوري ابطال افريقيا. أيوة. مباراتي الدور نصف النهائي امام الوداد.